السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في. مباشرة من ستات معنا واحد الحالة ديال واحد السيد تعرض للعملية من طرف الأخ ديالو السولالي على الأرض ديالو بالجماعة ديال المسكورة بواحد التعاونية ديال مجمع الأحرار بمسكورة. دابا حاليا كيبيع القهوة متجول ما بين مدينة جديدة وما بين مدينة آسفي ومهدد بالتصفية الجسدية. غادي يحكي لنا على المعاناة ديالو. تفضل الأخ. السلام عليكم. الاسم ديالي عبد الهادي. الزياد ديالي زيد عام 1975. الأم ديالي هي المشكل اللي وقع عندك. المشكل ديالي هو ناض خويا سينا في بلاصتي وما عندوش الحق باش يسيني في بلاصتو. هو مهاجر وهاد البلاد هادي كاينه في البروج مسكورة تعاونية الأحرار. دخلت أنا ب 87 بديت كنشتغل مع الأم ديالي والأب ديالي. جاو جاتهم يعني سكننا السكنة الأولى وحولتنا اللجنة والسكنة الثانية وحولتنا اللجنة والسكنة الثالثة وعقبت حولتنا اللجنة والسكنة الرابعة عطاونا 400 متر ومني جيت بغيت نبنيها. هاد الأرض هادي تقريبا غتكون فيها شي 70 قطار أكثر تقريبا فهمتي. وهاد البلاصة هادي اللي خاصة بالسكن قرب الشانطي اللي مؤدي من البروج لسيدي حجاج عطوني 400 متر باش نسكن فيها وناض ملي بغيت نبني ناض ليا الشيخ والمقدام والقايد وقالوا لي ما تبنيش وما عندكش حق وانا يرجعوا لي يعطوني السكنتي اللي كنت فيها ومن تحولت نبني انا ديك السكن ديالي. ودابا انا دابا الاب ديالي جاه اسقاط الحق من طرف اللجنه المعنيه بالامر وسميتها من طرف اللجنه المعنيه بالامر وتصابوا عقبوا عينوا الام ديالي 21 سنه وهي شكايات السي عبد الهادي. اي سيدي نقدم شكايات. قدمت الشكايه الاولى قدمتها للمحكمه الابتدائيه بسطات ومن المحكمه الابتدائيه ديتها النقد والابرام والنقد والابرام جاوبوني وصيفطوا لي رقم الارسال وقالوا لي خاصك حتى يجي خوك من اوروبا على يجي يعلمنا. والشكايه الثانيه دفعتها لوزاره الفلاحه وجاوبوني صيفطوا لي عطوني باش نمشي للمديريه الجهويه بمدينه الجديده. مشيت لمدينه الجديده وباش باش نبحث على رقم الملف جوج ملفات وكل واحد بالرقم ديالو ناضوا هما بالرقم ديالو واش كيقول لي وناض سميتها مني مشيت عند الجهويه قالوا لي غتمشي تدفع طلب في السطات. مني مشيت بغيت ندفع في طلب في السطات ناض المدير دار رئيس المصلحه ديال المدير دار ديال المديريه الجهويه ديال مدير دار المياه والغابات وعطاوني ملفات حمرين وسنيتهم وما عرفتهمش ديهم واش. ومني رجعت عندو قال لي ما عطني حتى ملفات انكرني. واليوم راني مشيت دفعت شكايه لوزاره المديريه الجهويه بمدينه الجديده واليوم كنترجى منكم باش تحقوا معايا تحقوا معايا بالنسبه للجنه الجهويه بمدينه الجديده. ما بغينا قتلوني درت بهم شكايه بان كيهدوني وانا خوي دابا وانا دابا ما كنعيش ما بين الجديده وعسفي كنبيع القهوه في المق في العزيقه وفي بالمقراج في العزيقه وفي الشوارع وفي الاماكن العموميه باش نداعى وكان عندي فلوس كانت عندي 4 مليون باغي نرهن بها بغي نشري بها سكنه. انا دابا خسرتها ما بين طلع وهود ما بين طلع وهود ومشيت للوزاره الداخليه حتى هي جاوبتني صيفطوا لي رقم ارسال ومشيت للمحكمه الوسطى حتى هما جاوبوني ومشيت للوزاره الداخليه حتى هما صيفطوا لي رقم الارسال ولكن المديريه الجهويه دار المياه والغابات فين ما نمشي عندهم كيبداو يطالعوا عليا ويتخامزوا عليا ما عرفتش هاد الناس شنو باغيين ليا ونادوا حيدوني انا هو الانسان المطلوب ونادوا حيدوني انا وداروا خويا بلاصتي. ما يمكنش وخويا مهاجر واخواتي كلهم مهاجرين كلهم في الديار الايطاليه كلهم كيعيشوا في ايطاليا وانا اللي نقيت الارض وانا اللي نقيتها وانا اللي قلعت الحجر وانا اللي حولته وهاد الناس هادو يلا جاوا من اوروبا جاوا بغا ياخذوا لي حقي انا اللي نقيت هاد البلاد. انا عندي جنسيه مغربيه انا ما عندي حتى جنسيه وانا ما مشيت حتى بلاصه ما عندي حتى دار بناو هما ديورهم وانا بقيت ضيع حياتي من اجل البلاد.
هالبلاد دابا عطانا سيدنا الله ينصرك، سيدنا الحسن الثاني رحمه الله هو اللي عطانا هذه البلاد هذه عام 1972، وانا ضيعت حياتي، ضيعت حياتي في هذه البلاد، الناس مسؤولين يشوفوني انا كنضيع، ما عنديش فلوس وما عندهم فلوس، عندهم كيفاش يجريو، عندهم كيفاش يديروا، وما نحسب بدلهم، وانا ما خليت الرباط، ما خليت حتى شي بلاصه، ما خليت جهه ويا، مشيت لعند العامل، تبعت تعرض سيد العامل، تبعت تعرض العامل ديال السطات، تبعت لي تعرض باش يديروا، ما جاوني بوالو، ودابا هاد الناس هادو راه باغيين يديروا خويا، وخويا مهاجر، انا راه ما سمحتش خويا باش يديروا خويا، انا هو الكبير، الدولة كتطلب الكبير، الدولة ما كتطلبش الصغير. فهمتي؟ أنا خويا مهاجر حامل جنسية في الجنسية إيطاليا وكيعيش في أوروبا، غادي نعيطوا عليه دابا ما غاديش نلقاو، أنا علاش يخرجوني من السكنة ديالي علاش؟ ويعطوني السكنة ويعطوني 400 متر، يخلوني 8400 متر، غادي يخرجوني من السكن ديالي، أنا دوزت ثلاثة سكنات تما، أنا دخلت لهذيك البلاد ولقيت فيها اللفعة ولقيت فيها الحنش وكان ماتلي كامل، وأنا كان ماتنتخلع وكان شي 10 كيلومتر أو 6 كيلومتر أو 7 كيلومتر باش نجيب طيب ديال الخبز باش نجيب باش ناكلو، وكان بات نتخلع وكان بات تمارة وفي العادات وفي الآخر هما الناس هادو بغاو يديو لي بلادي، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. شنو الرسالة اللي كتوجهها لشعب بلادي؟ الرسالة اللي كنوجه الرسالة اللي كنوجه وهو كنشكر شوف تي في اللي سهرت معايا وتعذبت معايا باش يعني باش توصل معايا هذا الميساج، وكنشكر سيدنا كنطلب من سيدنا الله ينصرو محمد السادس، كنشكر كنطلب منه باش يحققوا معايا الامر، ووزارة الداخلية وعبد الطيب الحموشي باش يحققوا معايا في هذا الشيء، راني مظلوم، انا مظلوم، كنت بساعد الناس، ما دار يجراو عليا، بغيت نمشي للبروج ما خلاونيش، وليت بغيت نمشي للبروج، وليت خايف، وليت خايف. تعرضتي لشي عملية ديال القتل والتصفية هنا؟ هنايا قدام في الصاج قرب دراس، جات الناس كل ضربني هنا الراس وداوني المستشفى الحسن الثاني من 8:30 الصباح حتى 6 ديال العشية وأنا في الغيبوبة، هاد الناس هادو ما عرفتش شكون اللي صيفط لي ضربني، ما عرفتش شكون اللي صيفط لي ضربني، أنا دابا كنبغي حقي، باغي حقي وباغي السلامة، وهادشي اللي كنطلب، هادي بلاد القانون، أنا باغي حقي، أنا باغي حقي، وكنطلب من سيدنا الله ينصرو باش يوقف معايا في هاد المشكلة. لانني انا ضيع، انا درت 18 شكايه، ها هي الاولى وكاله من عند الام، ها هي الاولى وكاله من عند الام، ها هي بان الام ديالي كتوكلني، والثانيه ها وكاله من عند الام، والثانيه ها هي طلب هذا اليوم جديد، يلا دفعته المدير الاقليمي الفلاحي، الثانيه ها هي فينايه هذه شهادة من عند الرئيس، من عند النائب ديال البلاد ديال المسكورة البوز، هذه شهادة من عند الرئيس بأن كيعرف الجذور ديالي وكيعرف العائلة ديالي، وأنا اللي كيشهد عليا بأن أنا كنت مع جدي وكنت مع العائلة ديالي، ها الثانية ها هي فينايا هذه هذا من عند النيابة العامة هذه. على ملك الغير ومنع وارث من الإرث مرفوعة للمحترم السيد رئيس النيابة العامة بالرباط. ها هذه هي فينايا هذا هو هذا هذه هي تاهي هذه تاهي هذا هو الطلب اللي دفعت بانني انا كنت غالط في هذا الرقم 38 هو راه غير 28 عطوني النمره غلط. ها الثانيه تاهي هذه ديال المدير الجهوي بمدينه الجديده ها هي فينا هي الله يرحم الوالدين انا خدت حقه معايا انا كنشتكي من هادشي اللي وقع ليا الملفات الحمراء اللي مشيت عند باش نتبع الطلب ديالي العد رئيس المصلحه ديال دار المياه والغابات ونادي نادو هما يمدوا لي دوسيات حمرين سينيتهم وما عرفتهمش فيهم علاش ما عرفتش على السينيت هاد السينيت هذا خاص تكون عندهم الاشهادات ويسدوني ويقولوا لي علاش غتسني وعلاش غتسني هاد الناس قالوا لي سني ما عرفتش علاش غنسني هادي هي فينايا هادي ديال المدير الجهوي مدينه جديده هادي ديال سميدو مرفوعه الى سيد المحترم لمدير الاقليم في لاحب السطات ها هو فينا هو هذا الطلاب الاخر ها هو فينا هو هذا رقم ارسال من سميتو من وزارات الداخليه هذه رساله الفلوال
هذا تا هو ديال وزاره الداخليه، ها هو فينا هو. الشكايات ديالك الان سي عبد الهادي، شفنا ما يكفي من الشكايات. هذا كاينه بزاف رغم هاد الشكايات اللي تقدمتي بها، يعني ما والو تا واحد ما شاف فيا. قالوا لي انت قالوا لي حماق تا ولمعتنا لك تا كيفاش عندنا. انا كطالب حقي، انا جيت لقاص العداره والعداره ديال محمد السادس الله ينصره، كل من العدارات ديال محمد السادس الله ينصر سيدنا والله يطول في عمره والله يخليه لينا، راه هو ذا وعينينا باش يوقف معانا. الله يرحم الوالدين. كنشكرك الاخ، كنشكروا متابعي قناه شوف تي في. كيف ما كتشوفوا احنا مع هذه الحاله ديال هذا السيد اللي انه تعرض لهذه العمليه ديال استيلاء الارض ديالو المقدره ب 70 قطار من طرف الاخ ديالو اللي هو مهاجر، كيبلغ الشكايات ديالو. يعني كنطالبوا من الجميع انه التفاعل مع هذه الحاله والانصاف ديالو. الى اللقاء متابعي قناه شوف تي في في بث مباشر اخر. تحياتي. العفو سيدي، العفو العفو. انا كنشكركم وكنشكر شوف تي في اللي صارت معايا وتعذبوا معايا وتمحنوا معايا مساكن، كيتمحنوا معايا مساكن واقفين معايا الله يجازيهم بخير. وهاد شوف تي في بغيت ان شاء الله تبقى على مدى الحياه، على مدى الحياه، لان شركه زوينه يعني، وكتفاهم مع الناس وكتساعد الناس وكتفاهم مع الناس، وكنشكرهم شكر جزيل الله يجازيهم بخير. كنشكرك الاخ، كنشكر سيدنا والله ينصرك، كنشكر سيدنا والله ينصرك، كنشكر سيدي الحموشي وزاره الداخليه باش يوقفوا معايا. كنشكرك الاخ، الرساله وصلت. كنشكر جميع متابعي قناه شوف تي في، ولا اللقاء في بث مباشر اخر مع حاله اجتماعيه جديده.